مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مركز الأخبار بتلفزيوني سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم أخبار العاشرة مساء. مرحبا بكم، ونبدأ النشرة بأهم العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يترأس اجتماع مجلس الوزراء ببيت البركة العامر. ثلاثة ملايين متر مربع من الأراضي سيتم فتحها أمام المستثمرين في أول ميناء بري على مستوى السلطنة بمحافظة جنوب الباطنة. الأمم المتحدة توجه دعوات المشاركة في محادثات السلام السورية بجنيف، واستمرار اختلاف الأطراف الدولية بشأن تشكيل وفد المعارضة. تقرير يظهر أن العام 2015 الأكثر حرارة منذ بدء رصد البيانات في القرن التاسع عشر. ومن أبرز عناوين الاقتصاد، لأول مرة في السلطنة عمان تدشن خدمة بث تلفزيوني باستخدام خدمة الإنترنت المنزلي. وفي النشرة الرياضية تتابعون: فنجا يخفق في استغلال تعثر العروبة ويتعادل مع النصر بدون أهداف ويتراجع في سلم الترتيب. مرحبا بكم إلى التفاصيل. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه فترأس مجلس الوزراء مساء هذا اليوم ببيت البركة العامر. تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية
ردا على برقية جلالته المهنئة له بمناسبة الذكرى 55 لاستقلال بلاده، عبر من خلالها عن بالغ سروره لتلقيه تهنئة جلالة السلطان المعظم، وعن خالص شكره لجلالته على ما تضمنته التهنئة من مشاعر صادقة، راجيا لجلالته مفور الصحة والسعادة وللشعب العماني المزيد من التقدم والازدهار. كشف اللقاء التعريفي لمشروع المنطقة اللوجستية بمحافظة جنوب الباطنة عن جاهزية 3 ملايين متر مربع يتم فتحها أمام المستثمرين في أول ميناء بري على مستوى السلطنة. اللقاء ناقش ضرورة تسهيل إجراءات المستثمرين والاستفادة القصوى بجعلها منطقة واعدة رافدة للاقتصاد الوطني. على مساحة 3 ملايين متر مربع كمرحلة أولى، سيكون المستثمرون على موعد للاستفادة من التسهيلات المقدمة في أول منطقة لوجستية على مستوى السلطنة، والتي يجري الإعداد لها في محافظة جنوب الباطنة للاستفادة من موقع السلطنة بجعلها مركزا رئيسيا للخدمات اللوجستية على المستويين الإقليمي والدولي. نعرفهم بمقومات المنطقة، بمكونات المنطقة، المنطقة اللوجستية بجنوب الباطنة، ماذا تحمل وما هي أهدافها وأهداف المشروع ومراحل المشروع، وكذلك أيضا نعرف عن الفرص الاستثمارية التي ممكن أن تقام المباشرة وغير مباشرة التي ممكن أن يستفيدوا منها رجال الأعمال والقطاع الخاص في محافظة جنوب الباطنة أو المحافظات الأخرى في السلطنة. اللقاء التعريفي لمشروع المنطقة اللوجستية بمحافظة جنوب الباطنة كشف عن أهداف ومميزات ومكونات هذه المنطقة الواعدة اقتصاديا التي سترتبط وبشكل حيوي مع الموانئ البحرية والمطارات والمنافذ الحدودية. المشروع على عدة مراحل، المرحلة الأولى هو تجهيز الميناء البري، وأرسي العمل على شركة، على إحدى الشركات لتجهيز هذا الميناء وتهيئة المكان الخاص بالميناء البري. هنا المرحلة الثانية هو إدارة الميناء البري، المناقصة أيضا طرحت لاختيار شركة، ونتوقع إن شاء الله خلال الأشهر القليلة القادمة باختيار شركة لتدير هذا الميناء البري لتقوم بإدارته وأيضا بعمل بعض المرافق الخاصة بالميناء البري. طبعا بمساحة إجمالية تقدر ب 95 مليون متر مربع، كما نرى اليوم أن المربع الأول وله 3 مليون متر مربع يعتبر جاهز. اليوم هذه دعوة صادقة منا لأصحاب الأعمال والمستثمرين المحليين والخارجين للاستفادة من هذا المربع الأول. تسهيلات إجراءات المستثمرين وإتاحة الفرصة لأصحاب الأعمال والمبادرين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار وتطوير أنشطة تجارية جديدة وصناعات مكملة للعملية اللوجستية من الجوانب التي يجب أن ترتكز عليها شركة عمان اللوجستية لتسهم في دفع الناتج المحلي نحو مزيد من المكاسب. باكتمال تهيئة المرافق الأساسية للمنطقة اللوجستية بمحافظة جنوب الباطنة كأول ميناء بري على مستوى السلطنة، سيرفد الاقتصاد الوطني نظرا لموقعه الاستراتيجي وجدواه الاقتصادية. عبد الله بن عامر الويهي، محافظة جنوب الباطنة. فتح الاستثمار أمام المستثمر المحلي والأجنبي وعقد ندوة شاملة لرجال الأعمال بالسلطنة حول المنطقة اللوجستية بمحافظة جنوب الباطنة أبرز جهود وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة المقبلة. هذا ما أعلن عنه سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب، وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة. الاستثمار في بناء مخازن، هذا طبعا مفتوح المجال لكل المستثمرين إن كان عمانيين أو أجانب ولديهم شركات في السلطنة. أما نتكلم عن استثمار في تنفيذ البنية التحتية، أيضا هذا موضوع آخر وأيضا يدرس من قبل الشركة. هناك بعض الشركات تقدمت لتوفير بعض المرافق والبنية التحتية، وأيضا تقدمت باستئجار أراضي كبيرة ذات مساحات كبيرة لتقديم الخدمة وتكوين هذه البنية التحتية فيها، وهذا أيضا يدرس من قبل الشركة. نتوقع إن شاء الله في شهر مارس بعمل ندوة أكبر من هذه الندوة، راح ندوة ندعي فيها كل القطاع الخاص ورجال الأعمال في السلطنة والتعريف بهذه المنطقة وأيضا التعريف بمقوماتها بشكل أوسع مما هو عليه.
وحول الوضع السوري، تترقب المعارضة ردا من الأمم المتحدة على مطالبها قبل أن تحسم أمرها بشأن حضور مفاوضات سلام مزمعة يوم الجمعة. ووافقت الحكومة السورية بالفعل على المشاركة في المباحثات التي يأمل مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ديمستورا أن تضع حدا لسنوات الحرب الأهلية الخمس التي قتل خلالها نحو ربع مليون شخص. تتجه المواقف المتباينة للدول المعنية بالأزمة السورية إلى الحلحلة مع اقتراب انطلاق محادثات السلام السورية من موعدها المقرر يوم الجمعة المقبل في مدينة جنيف السويسرية، حيث أعلنت روسيا أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم سيرأس وفد بلاده في المحادثات، مشيرة إلى أن الأكراد سيشاركون في مرحلة لاحقة من المحادثات ولن تتم دعوتهم للجولة الأولى. الموقف الروسي يأتي مع إصرار أنقرة على رفضها مشاركة حزب الاتحاد الكردي في سوريا الذي تعتبره فرعا لحزب العمال الكردستاني في تركيا، مهددة بمقاطعة المحادثات إذا أصرت روسيا على حضور الأكراد. الأمم المتحدة أرسلت دعوات إلى المعارضين السوريين والتي شملت شخصيات من خارج وفد المعارضة المشكلة عقب الاجتماع الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض، ولم تشمل حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري حسب تصريح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس. نضع في اعتبارنا أنه بالإضافة إلى الحكومة السورية فإن مجموعة الرياض ستشارك في المحادثات وإنها هي الوحيدة التي ينبغي أن تتفاوض. المعارضة السورية من جهتها جددت في رسالة بعثتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة مطالبها بوقف الغارات الجوية ورفع الحصار المفروض على البلدات السورية قبل بدء محادثات السلام في جنيف، ومع الأخذ والرد في التكهنات حول حضور بعض الأطراف مفاوضات السلام السورية بجنيف، يبقى الأمر مجهولا حول مدى نجاح هذه المحادثات في إنهاء الحرب الدائرة في سوريا منذ نحو 5 سنوات. ميدانيا، قتل 20 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 100 آخرين في عدة تفجيرات استهدفت نقطة تفتيش أمنية حكومية بمدينة حمص. وفي ريف حلب قتل 13 شخصا بقصف للطيران الحربي الروسي على مواقع لتنظيم داعش. يأتي هذا فيما استعادت القوات الحكومية بلدة استراتيجية من مقاتلي المعارضة في جنوب سوريا. من جانب آخر، قال المرصد السوري المعارض أن 471 مدنيا قتلوا خلال غارات روسية في محافظات سوريا منذ بداية شهر يناير الجاري، موضحا أن ضمن القتلى الغارات الجوية 127 طفلا و56 امرأة. وفي الشأن العراقي، قتل 50 جنديا على الأقل وأصيب نحو 80 في هجوم لتنظيم داعش بالرمادي بحسب ما أعلن الجيش العراقي. وذكر المصدر أن مسلحي داعش سيطروا على المجمع السكني في منطقة البغدادي بالمدينة بعد سلسلة هجمات انتحارية أسفرت عن مقتل 4 بينهم قائد من قوات الأمن العراقية وإصابة 10 آخرين. وكانت مصادر أمنية عراقية أعلنت في وقت سابق عن مقتل 12 من قواتها بتفجير انتحاري نفذه مسلح داعش بسيارة مفخخة على أطراف حي السجارية شرق الرمادي. قتل 3 جنود أتراك في اشتباكات مع مسلحي حزب العمال الكردستاني في ديار بكر جنوب شرق تركيا. وأعلنت السلطات التركية عن توسيع فرض حظر التجول إلى مناطق جديدة بالمدينة في مسعى لإخراج حزب العمال الكردستاني من مراكز المدن في جنوب شرق تركيا. وكان الجيش التركي قد أعلن أن 20 مسلحا كرديا قتلوا في مناطق جزيرة وسور، مما يرفع عدد المسلحين الذين قتلوا في البلدتين إلى نحو 600 منذ بدء العملية العسكرية ضد المسلحين الأكراد في ديسمبر المنصرم. أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مصادرة 1500 دونم من أراضي مدينة أريحة لإقامة مشاريع استيطانية جديدة، داعية المجموعة الدولية لاتخاذ المواقف والقرارات اللازمة للتصدي لهذا المخطط الذي يمثل تهديدا حقيقيا للسلم والأمن بالمنطقة.
يأتي هذا فيما تواصل جرافات تابعة للاحتلال الإسرائيلي هدم المزيد من منازل عائلات فلسطينية في مدينة القدس المحتلة، حيث هدمت منزلين لعائلتين في منطقتي حي شعفاط وحي جبل المكبر وسط وجنوب شرق القدس بحجة البناء دون ترخيص. تحول طريق ضيق خارج القدس المحتلة إلى قضية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي. الخلاف نتج بعد أن منح الاتحاد الأوروبي تمويلا لرصف طريق في المنطقة جيم بالضفة الغربية. طريق ريفي ضيق خارج القدس تحول إلى قضية جديدة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، ما يعمق الخلاف بين الجانبين بسبب البناء الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية. وتعود تفاصيل الحادثة عندما منح الاتحاد الأوروبي مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية لرصف طريق ترابي يبلغ طوله 4 كيلومترات في الضفة الغربية في المنطقة المعروفة باسم منطقة جيم كجزء من مساعدات أوسع لتطوير الاقتصاد الفلسطيني. الحكومة الإسرائيلية وصفت ما قام به الاتحاد الأوروبي من تمويل المشروع بأنه عمل غير قانوني ويتعارض مع الأعراف الدولية. بناء غير قانوني يحدث في الأراضي من قبل الاتحاد الأوروبي، إنهم يبنون دون ترخيص. هناك محاولة واضحة لإيجار حقائق سياسية. الاتحاد الأوروبي من جهته رد على التصريحات الإسرائيلية قائلا إن ما قام به يعتبر واجبا إنسانيا وجزءا لتطوير المنطقة جيم بصفتها جزء من الدولة الفلسطينية المرتقبة. الاتحاد الأوروبي يقدم المساعدات الإنسانية للمجتمعات المحتاجة في المنطقة جيم بما يتوافق مع الواجب الإنساني. المنطقة جيم طبقا لاتفاقيات أوسلو التي وقع عليها الفلسطينيون والإسرائيليون منذ أكثر من 20 عاما هي جزء متكامل من دولة فلسطين المستقبلية. الخلاف يدخل في إطار قضية مستقبل أجزاء من الضفة الغربية معروفة باسم المنطقة جيم، وتبلغ 60% من الأراضي التي بقيت تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة كجزء من اتفاقات السلام الموقعة قبل عقدين من الزمن، ويعد مصيرها النهائي نقطة خلاف رئيسية في محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين أو موجب اتفاقات أوسلو في الضفة الغربية. تقسم المنطقة جيم الأراضي الخاضعة للسيطرة الفلسطينية إلى جيوب معزولة، ما يجعل التوسع في المجتمعات الفلسطينية أمرا صعبا. وتأتي هذه القضية على خلفية نزاع أكبر حول البناء الاستيطاني الإسرائيلي الذي يعتبره الفلسطينيون إيجاد واقع سياسي من قبل إسرائيل وترسيخ سيطرتها على الضفة الغربية. قال وزير الخارجية الأمريكية جون كيري إن بلاده لن تنحاز لأي طرف في نزاع السيادة بمنطقة بحر الصين الجنوبي. جاء ذلك في وقت اختلفت واشنطن وبكين على كيفية التعامل مع أحدث تجارب كوريا الشمالية النووية. وبعد اجتماع في بكين قال كيري إن بلاده تريد تحركا جديدا من قبل مجلس الأمن لفرض إجراءات جديدة بعد قيام بيونغ يانغ بأحدث تجربة نووية والعودة إلى محادثات نزع الأسلحة النووية. في المقابل قال نظيره الصيني إن بكين تتفق على ضرورة استصدار قرار جديد، لكنه أشار إلى أن بلاده لن تؤيد أي عقوبات جديدة. أظهر تقرير أصدرته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن عام 2015 كان الأكثر حرارة منذ بدء رصد البيانات في القرن 19. وجاء في التقرير أيضا أن متوسط درجات الحرارة في العام الماضي كان الأعلى على الإطلاق بمعدل بلغ 0.76 درجة مئوية. في تقرير لمنظمة الأمم المتحدة تبين أن متوسط درجة الحرارة في العام الماضي كان الأعلى على الإطلاق منذ بدء رصد مثل تلك البيانات في القرن 19 في عصر الثورة الصناعية. وأظهر التقرير الذي أصدرته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية يوم الاثنين أن عام 2015 كان الأكثر حرارة بمعدل بلغ 76% درجة مئوية، وحذر التقرير من أن هذا الاتجاه سيمتد على المدى الطويل. وبذلك زاد متوسط درجات الحرارة بأكثر من درجة مئوية عن معدلات أواخر القرن 19.
وأنحى العلماء بالمسؤولية في ذلك على الغازات الدفيئة المنبعثة من احتراق الوقود الأحفوري لتزيد معها موجات الحر والجفاف والأمطار الغزيرة وتسبب أيضا ارتفاع منسوب مياه البحر. وشهد العالم منذ عام 2014 من 15 عاما كانت الأكثر حرارة على الإطلاق، ويرجح العلماء أن يكون ذلك مؤشر على ظاهرة الاحتباس الحرارية التي صنعها الإنسان. ودرجات الحرارة المرتفعة في 2015 زادت من ظاهرة النينيو سوءا، والنينيو ظاهرة مناخية تتسم بدفء سطح المياه في المحيط الهادي، وتحدث كل ما يتراوح بين 4 و12 عاما، ما قد يتمخض عن موجات جفاف وحر لافح وهطول أمطار غزيرة وفيضانات. جدير بالذكر أنه في الشهر الماضي توصلت حوالي 190 دولة لاتفاق لخفض انبعاثات الكربون عبر تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والاتجاه نحو استخدام الطاقة النظيفة المستمدة من الرياح والطاقة الشمسية. ويتضمن اتفاق باريس وضع سقف لانبعاثات الغازات في النصف الثاني من القرن والإبقاء على مستوى ارتفاع درجات الحرارة أقل من درجتين مئويتين. النشرة مستمرة من مركز الأخبار بتلفزيوني سلطنة عمان، وفيها بعد الفاصل. من منكم بيصير معي؟ سيارتي. ها إستك، لهجة يستخدمها أهالي القرى الساحلية في ولايات محافظة شمال الباطنة. شاركونا في مهرجان مسقط. مهرجان مسقط 2016 ابتداء من 14 من يناير وحتى 13 من فبراير 2016. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يترأس اجتماع مجلس الوزراء ببيت البركة العامر. ثلاثة ملايين متر مربع من الأراضي سيتم فتحها أمام المستثمرين في أول ميناء بري على مستوى السلطنة بمحافظة جنوب الباطنة. الأمم المتحدة توجه دعوات المشاركة في محادثات السلام السورية بجنيف واستمرار اختلاف الأطراف الدولية بشأن تشكيل وفد المعارضة. تقرير يظهر أن عام 2015 الأكثر حرارة منذ بدء رصد البيانات في القرن التاسع عشر. وقعت السلطنة وإيران على اتفاقية لإنشاء مصنع إيراني للسيارات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. وجاء ذلك خلال افتتاح معرض المنتجات الإيرانية الثاني في مسقط، والذي يهدف إلى تعزيز التبادل التجاري بين السلطنة وإيران وعقد صفقات وشراكات جديدة. رعى حفل الافتتاح معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة. مع انطلاق فعاليات معرض المنتجات الإيرانية في مركز عمان الدولي للمعارض، وقعت السلطنة والجمهورية الإسلامية الإيرانية على اتفاقية شراكة لإنشاء مصنع للسيارات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. إيران بلد متقدم في التكنولوجيا، وقمنا بزيارة إيران عدة مرات واستفدنا من الخبرات وحصلنا على وكالة سيارات من عندهم، وإن شاء الله في خطوات قادمة ومشاريع قادمة مع إيران. إن شاء الله راح نبدأ بتأسيس المصنع في المنطقة الاقتصادية بالدقم خلال الأشهر القادمة، وراح ينتهي
في 2017 كأول إنتاج لنا. ويسعى معرض المنتجات الإيرانية إلى تعزيز التبادل التجاري ودعم شراكات تجارية بين رجال الأعمال في كلا البلدين الصديقين، وإتاحة الفرصة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتوسيعة أعمالهم التجارية. في هذا المعرض أيضا نتمنى إن شاء الله أن تعقد علاقات طويلة الأمد بين رجال الأعمال العمانيين ونظرائهم الإيرانيين. كما هو معروف لدينا خط ملاحي مباشر الآن من صحار كل أسبوعين مرة. المنتجات الغذائية اللي أيضا شهدناها اليوم ربما تكون مؤهلة أن تأتي عن طريق ميناء صحار إن شاء الله. المعرض يشارك فيه أكثر من 70 شركة إيرانية تتنوع معروضاتها السلعية، وهو يمثل مناسبة للشركات العارضة للالتقاء بأصحاب الأعمال العمانيين لعقد شراكات تجارية معهم وتعيين وكلاء لهم في السلطنة. نحن حريصون على أن نخلق شراكات مع إخواننا العمانيين، وماشون على هدى هذا الطريق، وبلا شك أننا سننجح في هدفنا ما دام أن نية ونوايا البلدين هي خيرة لصالح الشعبين، فهذا سيتحقق. ويأتي هذا المعرض في نسخته الثانية هذا العام بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى العام الفائت، من حيث نسبة الإقبال الكبيرة على المعروضات المتمثلة في المنتجات العالية الجودة والصناعات اليدوية والتقليدية ذات الشهرة العالمية. تقدمت السلطنة 4 مراكز في الترتيب العالمي لمؤشر مدركات الفساد لعام 2015 لتحتل المرتبة 60. المؤشر الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية يعد من أهم المؤشرات العالمية التي تقيس مستويات إدراك الفساد في القطاع العام. ويسلط المؤشر الضوء على قضايا إساءة استخدام السلطة والتعاملات السرية والرشوة، ويتابع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة نتائج مؤشر مدركات الفساد، وهو يعمل جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة في تحسين وتطوير الأداء وتعزيز ترتيب السلطنة في المؤشرات الدولية. تشير آخر تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة إلى تأثر شمال السلطنة بأخدود جوي مصحوب بهبوب رياح شمالية غربية نشطة من مساء اليوم الأربعاء ويستمر لمدة 3 أيام، حيث من المحتمل هبوب رياح شمالية غربية نشطة على جميع محافظات السلطنة، يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتصاعد الغبار والأتربة، ويكون البحر متوسط إلى هائج الموج على جميع سواحل السلطنة، ويتراوح أقصى ارتفاعا له من 2 إلى 3 أمتار. ومن المتوقع أيضا أن يكون الطقس غائم جزئيا إلى غائم على محافظة مسندم وسواحل بحر عمان وجبال الحجر، مع احتمال هطول أمطار متفرقة مساء اليوم وحتى مساء يوم غد الخميس. أما الآن فمع الأخبار الاقتصادية مع الزميل عيسى بن خلفان الكعبي. عيسى، إذا سوق مسقط للأوراق المالية يتعافى ويعود إلى التداول وارتفاع حجم التداول بالفعل الجديد. علي، سوق مسقط والأسواق الخليجية تقفز إلى المنطقة الخضراء يعني بعد الارتفاعات التي شهدها سوق النفط العالمي. تفضل عيسى. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. أهلا بكم. بعد التحسن الذي شهدته أسعار النفط العالمية والتي ألقت بظلالها إيجابا على أسواق المال الخليجية، أغلق سوق مسقط اليوم في المنطقة الخضراء رابحا 19 نقطة، حيث ارتفع حجم التداول إلى 8.5 مليون ريال عماني، وشهد السوق إقبالا من قبل المستثمرين المحليين بنسبة شراء بلغت 94%. بعد البداية السلبية للأسواق المالية في أول أسبوعين من العام الجاري والتراجعات الحادة التي شهدتها أسعار النفط، إلا أنه في الأسبوع الثالث هناك بعض البوادر الإيجابية، خاصة مع ترقب الاقتصاديين والمحللين والمتداولين من خلال قيام البنك المركزي الأوروبي والبنك الصيني بزيادة حزم التحفيز الاقتصادي. يشهد السوق حالة من التذبذب والتقلبات في الأسعار تماشيا مع الأسواق الأخرى وأسعار النفط العالمية،
والتي ستقود السوق خلال الفترة القادمة. على الجانب الآخر، شهدت الاقتصادات العالمية نوعا من النمو التي سوف تنعكس إيجابا على أسواق السلع، خاصة أسواق النفط التي بدأت تستعيد بعضا من الخسائر التي شهدتها بداية 2016 والآن تتداول فوق مستوى $30. نحن الآن بانتظار ظهور نتائج شركات قيادية في السوق مثل عمان تل والنهضة للخدمات واستكمال الإعلان عن توزيعات الأرباح السنوية للشركات والتي ستنعكس على أداء السوق خلال المرحلة القادمة. مع خوف كثير من المتداولين والمستثمرين من تأثير أي قرارات يمكن أن تتخذ على الشركات، خاصة فيما يتعلق برفع نسب الضريبة بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وخفض الإنفاق الحكومي، من الممكن أن تشكل عامل ضغط على بعض القطاعات. معظم نتائج الشركات المدرجة إيجابية بالإضافة إلى إفصاح القطاع المصرفي عن التوزيعات لعام 2015 والتي تعتبر هذه المستويات جيدة ومرتفعة، من الممكن أن تساهم في خفض حدة التذبذبات التي يشهدها السوق. سعود بن سعيد المعولي، سوق مسقط للأوراق المالية. 30% من أرباح بنك مسقط سوف توزع للعام 2015. جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع مجلس الإدارة، وقد اقترح المجلس بأن توزع 25% من الأرباح نقدا و 5% كأسهم مجانية، كما احتفظ البنك بمستوى كاف من الأرباح، وذلك لتعزيز نسبة كفاية رأس المال ومواجهة أي تحديات. وأكد البنك بأن قيمة أرباح السهم الواحد تبلغ 25 بيسة، قيمته الإسمية 100 بيسة، بالإضافة إلى حصول المساهمين على أسهم مجانية بنسبة سهم واحد لكل 20 سهما. لأول مرة في السلطنة دشنت الشركة العمانية للاتصالات عمان تل خدمة تلفزيون عمان تل الجديدة، وهي خدمة بث تلفزيوني عبر بروتوكول الإنترنت باستخدام خدمة الإنترنت المنزلي من عمان تل. الخدمة ستمكن المشتركين من متابعة القنوات الرياضية والترفيهية وقنوات الإخبار والأفلام العالمية من خلال أكثر من 450 قناة من أكثر القنوات التي تتمتع بالمتابعة عالميا، وكل ذلك بتقنية الجودة العالية وتقنية البث ثلاثي الأبعاد، مع إمكانية إعادة مشاهدة ما فات من البرامج حتى 4 ساعات سابقة. وتتوفر الخدمة في منطقة الموج ومصر مسقط هيلز والخوض والمعبلة. نحن في أوربيك نعمل لأجلكم. هدفنا تنمية الموارد البشرية العمانية. نحن فخورون بتزويدكم وقود الطاقة. نحن شركاء في دفع عجلة التنمية. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. آلية دعم السلع الغذائية وجدوى وصوله لمستحقي أبرز نقاشات لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى، وذلك خلال اجتماع اللجنة السنوي في دورته 7. وناقشت اللجنة مع مجموعة من المختصين بوزارة التجارة والصناعة مجموعة من الاستفسارات حول الدعم الغذائي والطرق المتبعة لمراقبة الشركات التي تمنح الدعم الحكومي ومتابعة المنتجات والأسعار بالأخذ بعين الاعتبار عدم بيع هذه المنتجات خارج السلطنة بالأسعار المدعومة من قبل الحكومة. بلغ سعر نفط عمان تسليم شهر مارس القادم 27 دولارا و2 سنت، مرتفعا بذلك $1.62 عن سعر يوم أمس الذي بلغ $25.40 للبرميل. تجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العماني تسليم شهر فبراير المقبل بلغ $34.59 للبرميل، منخفضا بذلك $7.70 مقارنة بسعر تسليم شهر يناير الجاري.
قال رئيس الوزراء الصيني إن اقتصاد بلاده ما زال يواجه ضغوطا من المستبعد أن تنحسر قريبا. وكان النمو السنوي للاقتصاد الصيني قد تراجع إلى 6.9% في عام 2015 ليسجل أقل وتيرة له منذ 25 عاما. ويتوقع المحللون مزيدا من التباطؤ هذا العام. وطالبت الحكومة الصينية من المؤسسات المالية تعزيز دعمها للاقتصاد الصيني، وتعهدت بتشجيع البنوك على التعامل مع القروض المتعثرة وتقليص الإقراض للشركات الخاسرة، كما تعهدت أيضا بتشجيع عملية الاندماج والاستحواذ بين الشركات من خلال إصدار الأسهم الممتازة والسندات القابلة للتحويل إلى أسهم. أخبارنا الاقتصادية انتهت مشاهدينا الكرام، عودة الآن للزملاء وما بقي من النشرة. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. متجاوزة إعاقتها، تواصل الفنانة التشكيلية صفية البهلانية إبداعاتها بالريشة والألوان، وهذه المرة عبر معرض فني نظمه المركز العماني الفرنسي بمسقط. وعكست الفنانة صفية من خلال لوحاتها تحديا وإصرارا لرسم موضوعات مختلفة، أكدت على إبداعها المميز ومهاراتها العالية. هذه اللوحات ليست برسم الريشة فقط، وإنما زينت بإضافات اعتمدت فيها الفنانة على الإبرة والخيط وأدوات أخرى. ومن أول وهلة يشاهد فيها الناظر والمتأمل هذا العمل يلوح في مخيلته الأنامل الماهرة التي صنعت هذه اللوحات، لكن هذا الخيال سرعان ما تخطئه الحقيقة، لأن الحقيقة هي أن من رسمت وصنعت هذه اللوحات بلا أنامل. بعض اللوحات لما يكون عليها خياطة ياخذ تقريبا شهر شهرين، بس لما يكون مثلا على الآيباد ياخذ أسبوع أسبوعين. صفية ترسم لوحات تتناغم مع مضمون الخطاب، وتسرد بموضوعات لوحاتها التراث العماني وقصصا أخرى. بعض اللوحات تتكلم عن إعاقة، وبعضهم تتكلم عن تراث العمانية، وبعضهم تتكلم عن تراث الأفريقية كمان. هذا المعرض افتتح في المركز العماني الفرنسي ولاقى إقبالا واسعا من المعجبين، وهو ليس أول معرض لهذه الفتاة المبدعة. معرض عبارة عن الشغل اللي أنا عملته من 2012 لحد اليوم هذه. وعودا على ذي بدء مع صفية، فإنها عزمت على أن لا تجعل من الأطراف التي تفتقدها عائقا أمام تحقيق طموحاتها، وعملت ما بوسعها لممارسة الهوايات التي لا تحتاج إلى الأطراف غير المكتملة، فتحدت ونجحت فأبدعت. لوحات فنية إذن رسمتها صفية، فخاطبت بملامحها وجمالياتها الحقيقة والخيال. إبراهيم بن سالم الهادي من المركز العماني الفرنسي مسقط. علي، نجاحات صفية تعطينا قوة إرادة. نعم، لا حياة مع اليأس ولا يأس مع الحياة. الأخبار الرياضية الآن مع الزميل أيمن الفجراني. طبعا تعادل نادي فنجة مع النصر وتأثيره على مسار دوري عمان تل. نعم جهان، يعني يتراجع فنجة للمركز الرابع وفي رصيده 25 نقطة، وبالتالي هي فرصة للفرق الأخرى من أجل التربع في قمة الصدارة. بالتوفيق. جميل. أهلا بكم في النشرة الرياضية. ينطلق غدا المعسكر الداخلي للمنتخب الوطني للناشئين في العاصمة مسقط خلال الفترة من 28 من يناير الجاري وحتى 4 فبراير القادم، وذلك استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس آسيا للناشئين التي سوف تقام في سبتمبر القادم بالهند. واستدعى مدرب المنتخب الوطني للناشئين يعقوب الصباح ومعاونه هلال العوفي 25 لاعبا، يذكر أن الأحمر
العمر الصغير قد تأهل إلى النهائيات الآسيوية بعد حلوله ثانيا في المجموعة الثانية التي ضمت إلى جواره منتخبات الأردن ونيبال وكيرغستان، والتي أقيمت مبارياتها في عاصمة كيرغستان بشكيك. غادرت بعثة المنتخب الوطني للبراعم صباح اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة، وذلك للمشاركة في المهرجان الخليجي الثامن الذي تنظمه اللجنة التنظيمية لكرة القدم بمجلس التعاون لدول الخليج، ويقام على مدى 3 أيام اعتبارا من 28 وحتى 30 من يناير الجاري. ويخوض منتخبنا أولى مبارياته غدا أمام شقيقه المنتخب السعودي في الساعة 10:15 صباحا، ويلعب مباراته الثانية أمام شقيقه الكويتي مساء نفس اليوم عند 5 مساء. هذا وقد أجرى المنتخب تمرينه الأول عصر اليوم، علما بأن المنتخب حقق المركز الثالث في مشاركته الأخيرة بالمهرجان السابق. وإلى دور عمان تل المحترفين، حيث لم ينجح فنجة في استغلال تعادل العروبة في الجولة 15 من دورينا، وسقط في فخ التعادل بدون أهداف أمام النصر، في حين فرض صحام التعادل على الشباب بهدف لهدف. التعادل كان بمثابة الخسارة لفنجة الذي تراجع للمركز الرابع برصيد 25 نقطة في وقت كان يبحث فيه عن تضييق الخناق على العروبة في الصدارة. وفي مباراة مثيرة بين صحام والشباب، نجح الشباب في تسجيل التقدم مبكرا عن طريق يونس المشيفري، إلى أن أصحاب الأرض صحم عدل الكفة قبل 3 دقائق من النهاية عن طريق محسن جوهر. التعادل لم يغير كثيرا من وضع الفريقين في منتصف جدول الترتيب. نجح السويق في استعادة وصافة الترتيب بفوزه على النهضة بهدف دون رد، وتواصلت النتائج الإيجابية لنادي مسقط بفوزه على الخابورة بهدفين نظيفين. هدف السويق جاء في الدقيقة 33 عن طريق اللاعب العبد النوفلي، وكان كفيلا أن يمنح السويق نقاط المباراة الثلاث ليرفع النادي الأصفر رصيده للنقطة 29 متخلفا بفارق نقطة عن المتصدر العروبة. وفي المباراة الأخرى واصل مسقط استفاقته وسجل انتصارا على الخابورة بهدفين دون رد ليغادر قاع الترتيب مقتربا من المنطقة الدافئة بعيدا عن خطر الهبوط. يا بر حمد يا بر، والتحضير هنا ضيوف جميل. أقال متصدر دور عمان تل المحترفين نادي العروبة مدربه الصربي مالدوفان، ويعتبر هذا هو المدرب الثاني الذي يقيله العروبة بعد المدرب العراقي مظفر جبار الذي انتقل لقيادة نادي ظفار. وجاء فسخ العقد مع المدرب الصربي بالتراضي بين الطرفين، هذا وسيقود الفريق في مباراة النصر في الجولة القادمة مساعد المدرب فاروق عبد الله مع مدرب اللياقة إليكس، لحين الانتهاء من المفاوضات مع المدرب القادم لتدريب بالفريق الأول بالفريق. يذكر أن الصربي مالدوفان لم يخسر مع العروبة في بطولة الدوري، لكنه خسر مواجهة دور 16 بكأس جلالته أمام السويق. وفي عالم الكرة الصفراء وبالتحديد من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، تأهل ميلوس راونيتش إلى نصف نهائي البطولة بعد أن تغلب على غايل مونفيز، وفاز راونيتش بنتيجة 6-3 6-3 3-6 و4-6 ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة. ويلتقي راونيتش مع البريطاني أندي موراي في نصف النهائي الذي فاز على الإسباني ديفيد فيرير. وكان قد تأهل راونيتش إلى نصف نهائي ويمبلدون عام 2014 وخسر ضد روجر فيدرر، وهي المرة الوحيدة التي وصل فيها إلى نصف نهائي بطولة كبرى. سجل كيفين دورانت 44 نقطة ليقود أوكلاهوما سيتي ثاندر للانتصار على نيويورك نيكس على أرضه ووسط جماهيره ب 128 نقطة مقابل 122 نقطة ضمن دور الرابطة الأمريكية لكرة السلة. وتقدم نيويورك بفارق 8 نقاط في منتصف الشوط الرابع بعد رمية من أفلالو، غير أن أوكلاهوما استغل رمية من كيفين دورانت ليتقدم ب 109 نقاط مقابل 106 نقاط
النقاط، وسجل كيفن دورانت رمية في آخر ثانية ليعادل النتيجة ب 113 نقطة لكل منهما، لتمتد المباراة إلى شوط إضافي. وتسيد كيفن دورانت على الفعاليات في الشوط الإضافي ومضى ليحرز 44 نقطة في الليلة ليمنح الانتصار لأوكلاهوما سيتي. نهاية نشرتنا الرياضية، ننتقل بكم للزملاء. أهلا بكم مجددا. هاء السكت لهجة يستخدمها أهالي القرى الساحلية في ولاية الخابورة بمحافظة شمال الباطنة والولايات المجاورة لها. اللهجة جاءت في القرآن الكريم في 7 مواضع، كما أن العرب كانوا يستخدمونها في أحاديثهم. فريق الأخبار رصد هذه اللهجة على ألسنة متحدثيها. يرتبط الناس بالبحر، بالحرفة، وببعضهم البعض ارتباطا يتأثر بالأيام لكنه لا يتغير. من منكم بيصير معي؟ سيارتي. هكذا هي اللهجة تجري على ألسنتهم مجرى الدم في العروق، وبتلقائية يتحدث هؤلاء الناس شيبا وشبابا بلهجة عربية عرفت في كتب اللغة باسمها السكت. سأصطحب العم جمعة بن خميس القطيطي لا ليحدثني عن البحر فحسب، فتلك علاقة أعرفها سلفا، ولكن لأستنطقه حتى نسمع منه لهجة الكلمات المنتهية بهاء السكت. منهمك في عمله، بارع في التعامل مع البحر وأدواته، وما يعنينا أن نسمع بوحه بلهجته الجميلة مع صوت البحر. هاي الشغلة أنا تعلمتها من أهلي زين ورزقي زين، وعلمت الأولاد من الشغلة هذه، وقواربي عدالي، والأولاد بيعلمون أولادهم، وهذا انتراد هالشغلة هذه. إذن أهلي، رزقي، قواربي، كلمات يستخدمها الناس في بعض قرى ولاية الخابورة والولايات المجاورة. هاء السكت أو هاء الوقف موجودة في كلام العرب، وقد وردت في القرآن الكريم في 7 مواضع، أبرزها في سورة الحاقة. وقد ذكرها إمام النحوي شيخ العربية سيبويه رحمه الله، وحد لها حدودا وقعد لها قواعد. وإذا ما أتينا في اللهجة الدارجة أو اللغة المحلية في محافظة شمال الباطنة سنجدها منتشرة في أوساط الناس خاصة الأطفال والنساء. تتنوع البيئات الجغرافية في الولاية لتشكل لوحة جمالية، كما تتنوع اللهجات الفريدة لتشكل هي الأخرى إيقاعا جماليا يتفاعل معه الناس. عبد العزيز بن حمد العجمي، محافظة شمال الباطنة، ولاية الخابورة. في ختام النشرة تذكير بأهم عناوينها. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يترأس اجتماع مجلس الوزراء ببيت البركة العامر. ثلاثة ملايين متر مربع من الأراضي سيتم فتحها أمام المستثمرين في أول ميناء بري على مستوى السلطنة بمحافظة جنوب الباطنة. الأمم المتحدة توجه دعوات المشاركة في محادثات السلام السورية بجنيف، واستمرار اختلاف الأطراف الدولية بشأن تشكيل وفد المعارضة. تقرير يظهر أن العام 2015 الأكثر حرارة منذ بدء رصد البيانات في القرن 19. في ختام نشرتنا هذه تحيات فريق العمل في مركز الأخبار. إلى اللقاء.